نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ندعو له بالمغفرة والرحمة، عسى أن يتقبل منا فيرحمه رحمة واسعة ويرحم من في القبر جميعا يا رب. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم اكرم نزله، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم جاف الارض عن جنبيه، اللهم جاف الارض عن جنبيه، اللهم جاف الارض عن جنبيه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، واهلا خيرا من اهله، اللهم اجعله من المرحومين، اللهم اجعله من المرحومين، اللهم اجعله من المرحومين، اللهم اجعله من الفائزين، اللهم اجعله من الفائزين، اللهم اجعله يا ربنا من ورثة جنات النعيم، اللهم يمن كتابه، اللهم يمن كتابه، ويسر يا رب حسابه، واجعل من الرحيق المختوم شرابه، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.